رح نروح لنبيل صلحاني رئيس قسم التدريب بالدفاع المدني. يلا خلينا شهل لما يروح الانترنت. هلا ما تفضل. هيك صار الانترنت. صباح الخير. صباح الخير، يعطيكم العافية. وانت ميرسي، كمان انت تفضل. كمان. بالنسبة للعمليات اللي قمت فيها عناصر المديرية العامة للدفاع المدني، كان في عندنا 19 مهمة لأطفاء الحرائق بمختلف المناطق اللبنانية. كانت متنوعة بين حرائق بالأعشاب، بالمنازل، بالكهرباء والسيارات. كما كان في 14 مهمة للإسعاف للتدخل بحوادث للسير ونقل للمرضى. ما كان نعم. مجموعهم 33 مهمة خلال 24 ساعة اللي مرقت. أكيد دائما بالإضافة للمهمات المستمرة ضمن نطاق مرفأ بيروت. نتمنى إنه للجميع الوقاية ودائما من الوباء، وبما يخص بشوية الطقس الماطر والسقعة اللي جاي. كمان في إرشادات للسلامة العامة على موقع الدفاع المدني civildefense.gov.lb، ممكن إنه يرجعوها إذا حابين يطلعوا عليها. ورقم 125 دائما يحفظوه لطلب أي مساعدة، إن شاء الله ما حدا يعوزه. وشكرا شكرا لكم. شكرا لك استاذ نبيل لكل عناصر الدفاع المدني.